أهلا بكم من جديد. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري الأحد إلى كل من ألمانيا وبيلاروسيا ورومانيا في زيارة تستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الثلاث. وقالت الخارجية في بيان لها إن شكري سيبدأ جولته بمؤتمر صحفي مع ناظره الألماني لمناقشة الأزمة الليبية والهجرة غير الشرعية. ويتوجه بعدها إلى بيلاروسيا حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لناظره البيلاروسي. لمزيد من التحليل برحب معنا في الاستوديو بالكاتب الصحفي محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم. برحب بك معنا يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ محمد، يعني هناك نشاط ملحوظ ومكثف لوزير الخارجية سامح شكري بالخارج، لكن هناك ملحوظة لا يجب أن نغفلها، وهي أن هذه الزيارات جميعها موجهة إلى أوروبا الشرقية، خاصة أن هناك زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفيتنام وسنغافورة. هل ذلك يعتبر استراتيجية جديدة؟ هي زيارة الرئيس لفيتنام والصين وليس سنغافورة. في سنغافورة وزيرة الاستثمار والفريق مهمة مش في أكثر من عنوان في هذه الجولات. العنوان الأول رئيس الوزراء يبدأ بألمانيا، اللي هو ألمانيا عنوان مختلف بتكلم عن ليبيا والهجرة غير الشرعية. في ملف جمعيات معلق بين مصر وإيطاليا وألمانيا وأكثر من دولة أوروبية، وضح في معالمه في التلميحات والسطور كده اللي طلعت ما بين مصر وامريكا في الازمه اللي كانت في الثلاث ايام الاخيره. انما العنوان الرئيسي في زياره سامح شكري لالمانيا هذه المره ليبيا بالتحديد، ورقم 2 الهجره غير الشرعيه. هناك افكار سمعناها اكثر من مره، هذه المره اعتقد هيبقى في اشياء اجرائيه. الجزء الثاني بتكلم عن زياره في بيلاروسيا ورومانيا. العلاقات وضيده منذ في الثلاث سنين الاخيره، الرئيس السيسي بيرجع بعلاقات مصر العميقة واللصيقة بأوروبا الشرقية، في الجرارات، في علاقات اقتصادية، في تعاون مشترك، في وفود رايحة وفود جاية، علاقات سياسية واقتصادية وصلت ذروتها بالتعاون المحترم والعسكري والاستراتيجي والسياسي وكل حاجة مع روسيا بالتحديد. أما بعد كده بتقول الرئيس رايح بعد كده فيتنام والصين، الصين في قمة تريكس وبعد كده فيتنام. ده عناوين مهمة جدا لعلاقات اقتصادية. انت عندك كم من الترويج لمشاريع مهمة جدا، واللي انا شايفه ان هو جاي في نفس الاسبوع اللي بعد اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. اتمنى يكون في انجازات على الارض، يكون في استفادة من جولات الرئيس، نترجم ما نشوفش. كان في نوع من في فترات سابقة تلاقي زيارات كثيرة ولا ينعكس هذا على المواطن. أتمنى أن المواطن يحس أن في تحرك وأنه بيستفيد، وأن اللي بيلاقي مثلا صادرات بتزيد، علاقات بتزيد، عمالة بنقدر ندي عمالة لدول أوروبا ودول آسيا كمان.